بيكم في أول يوم فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بعد حفل الافتتاح. لقاءات كتيرة جدا وحصرية هتشوفوها بس على شاشة قناة تاد. برحب بالمخرج وحيد صبحي رئيس مهرجان القاهره الدولي للفيلم القصير. برحب بحضرتك يا فندم على الشقه. اهلا بيكم، ميرسي جدا. طبعا امبارح الافتتاح كان كبير، كان في ناس مكرمين مهمين، كمان كان في افلام افتتاح. النهارده بقى اول يوم فعاليه، فعايزين حضرتك تكلمنا بقى عن الافلام المشاركه. النهارده اول يوم فعاليات، النهارده عندنا افلام كتير. اولا عندنا كان في ورش عن التوجيه، الممثل ازاي الممثل يقدر قدام يقف قدام الكاميرا، وازاي يمثل، وازاي يتعامل في القصه دي مع مخرجه تونسيه. احنا عاملين تبادل مع تونس، مخرجه تونسيه اللي هي جيهان اسماعيل. وبعد كده عندنا ورشه تانية مهمه مع دكتوره صفاء عماره اللي هي رئيسه استاذه النقد الفني باكاديميه الفنون، ازاي بتتكلم عن ازاي انه الواحد يتفرج على الفيلم وازاي يستمتع وازاي يفهم الفيلم بطريقه مختلفه عن المعتاد. بيتكلموا عن ازاي يقدر يعني يعرف تفاصيل الفيلم اكتر. فدي فعاليات مهمه جدا على هامش المهرجان، عشان وليها يعني وعليها إقبال كبير. يعني النهاردة كمان كان عندنا أفلام كتير، كان عندنا أفلام دولية زي فيلم أمريكي اسمه سيف، وده فيلم كان في مهرجان سان دانس الأخراني، وده مهرجان كبير في أمريكا. عندنا دلوقتي الفيلم اللي هو من دروب القاهرة اللي هو قرمز، وده فيلم تسجيلي مهم جدا بيتكلم عن أحياء القاهرة القديمة. وعرضنا أفلام بقى من السعودية ومن فرنسا ومن لا كان عندنا تنوع النهاردة كبير. من بكرة هنبتدي بقى الفعاليات اللي هي الأفلام، معنا مخرجين من الأردن ومعنا مخرجين من ألمانيا. النهاردة في المخرج بتاع فيلم قرمز اللي أنا قلت لك عليه، وهو موجود وبيحضر الفعالية وعنده ندوة بعديها، وندوات مهمة جدا ده برضو اللي أنا عايز أقوله. كلمنا عنها بقى أكتر. لأنه المهرجان هي دي ميزة المهرجان، أن أنت بتعملي تفاعل مع الجمهور. يعني انت ممكن في السينما تعرضي الفيلم والجمهور يخرج، لا المهرجان مستو ان احنا بنخلص الفيلم بنعمل بنفتح المناقشه والجمهور بيتكلم مع المخرج ومع صناع الفيلم، وبيحصل تبادل للافكار. وده مهم علشان خاطر حتى صناع الافلام يقدروا يشوفوا راي الجمهور مباشره في الوقت نفسه. طب ازاي بيتم اختيار او يعني اختيار الافلام اصلا اللي بتشارك في المهرجان؟ لا دي رحلة طويلة، دي رحلة بتقعد سنة تقريبا، ودي أهم حاجة عندنا. احنا في الآخر مهرجان سينما، حتى لو تمينا بالافتتاح والمكرمين لكن تركيزنا الأساسي على الأفلام. احنا بنقعد رحلة سنة، احنا موجودين جوه منصة دولية اسمها فيلم فري واي. دي بتستقبل دلوقتي، دي منصة بتجمع كل المهرجانات في العالم، كل المهرجانات. احنا السنة دي جالنا حوالي 2850 فيلم. من 2850 فيلم بنقعد كذا مراحل، عندنا حاجة اسمها لجنة المشاهدة بتقعد تتفرج، بعد كده بتصعد للجنة أعلى، بنفضل نقلل فيهم لحد لما نوصل ل 54 فيلم. لا هي رحلة بتقعد سنة كاملة يعني، أو مش 11 شهر. طب إيه الجديد بقى اللي هيقدمه المهرجان السنة دي في نسخته الرابعة؟ الجديد السنة دي ان احنا نسخة دولية، ودي مهمة جدا ان احنا نتحول لنسخة دولية. مش بس دولية، كمان بنبتدي نسخة دولية بأفلام مهمة جاية كلها من مهرجانات كبيرة. يعني احنا عندنا أفلام جاية من مهرجان كان، عندنا أفلام جاية من برلين، عندنا فيلم صومالي سويسري لمخرج عربي مهم قوي وهو صغير في السن اسمه موهر راوي، ده كان لسه بيعرض في برلين تالنتد، او يعني مهرجان برلين اختاروا انه يعرض هناك. وانت عارفة ان مهرجان برلين ده صعب جدا الأفلام تخش فيه، فأول العرض ليه هنا معانا السنة دي، هو مخرج يعني مبشر قوي يعني. شكرك جدا. شكرا لي. برحب بالمخرج عبد العزيز فهمي، مخرج فيلم قرمز. برحب بيك على شاشة قناة. سلام بيك. اهلا. فيلم قرمز اعتقد فيلم بيتكلم عن قصة حياة نجيب محفوظ، فكلمنا جات لك منين الفكرة، كلمنا اكتر عنه. يعني هي احنا عندنا سلسلة افلام العنوان الرئيسي بتاعها من دروبها العامرة. احنا عاملين 14 فيلم كلهم من انتاج مبادرة سيرة القاهرة، وهي مبادرة مستقلة تهتم بتراث مدينة القاهرة. من ضمن الافلام فيلم عن درب قرمز.
وفي الحقيقه لما نيجي نتكلم عن ضرب كرمز فكان لازم نستدعي شخصيه نجيب محفوظ لان هو ولد ونشئ في هذه الحاره. اتكلمنا في اكتر من حاجه، اول حاجه علاقه نجيب محفوظ بهذا الضرب لان هو اعاد صياغه كل الحاجات اللي شافها وهو صغير واعاد انتاجها مره تانية في رواياته وادبه، فده اللي عمل ثقل للحاره القاهريه. اتكلمنا علاقة الحارة بالحارة المصرية اللي فيها أصالة، اللي فيها مظاهر لسه محتفظة بيها لغاية دلوقتي، رموز متعددة في أدب نجيب محفوظ زي القبو، التكية، الخلاء، الفتوة، دي كلها حاجات رموز حاضرة وأساسية في أدب نجيب محفوظ. لو نزلنا ضرب قرمز هنلاقي نفس الأشياء موجودة، اتكلم على أشياء كتير جدا، استدعي فكرة السيد أحمد عبد الجواد من الشخصية الشامية اللي كانت ساكنة قدام بيتهم، وده اعتمدنا عليه في إزاي نستدعي نجيب محفوظ مرة تانية من خلال ذكرياته اللي قالها لجمال غيطاني في كتاب المجالس المحفوظية، أو الأستاذ رجاء النقاش اللي كتب ذكريات نجيب محفوظ، لأن عارفين إن نجيب محفوظ ملوش مذكرات خاصة بيه. اقتطعنا بعض الأجزاء من رواياته واستدعيناها في الفيلم، فهو الفيلم مدته 30 دقيقة بيحكي عن أثار ضرب قرمز، تطور العمراني، الأساطير الشعبية، علاقة نجيب محفوظ ونشأته في هذا الضرب، حددنا موقع البيت اللي هدم وبقى مكانه بيت حديث، جبنا بعض اللقطات لأفلام مهمة جدا زي بين القصرين أو عصر الشوق وكانت موجودة في الفيلم. فهو فيلم ممكن اللي يتفرج عليه يخرج بحاجتين، نجيب محفوظ وهو طفل صغير لأن ده مش موجود كتير، مش مكرر كتير، كل الناس تعرف نجيب محفوظ وهو كبير عندهم هذه النظرة. الحاجة التانية يقدر يشوف إزاي في حارة قاهرية موجودة ومتفرعة من شارع مهم جدا اللي هو المعز لدين الله، وبتنتهي من ناحية التانية في مكان مهم جدا هو بيت القاضي، وكأنها رحلة زمنية يعني فيها من المخيال شيء كثير كثير جدا نقدر نشوف فيلم. أشكرك جدا، شكرا ليك. أهلا بكم في ضرب قرمز. برحب بالمخرج توني نبيه. برحب بحضرتك يا فندم على شاشة قناة. أهلا بك. في البداية حضرتك عضو لجنة تحكيم للأفلام الشبابية أو أفلام الطلبة، صح كده، في مهرجان القاهرة للفيلم القصير. ده صحيح، أنا لجنة تحكيم أفلام الطلبة. كلمني أكتر بقى عن تشجيع المهرجان للطلبة وإن هم يقدموا أفكار، يعني أعتقد أفكار كبيرة وعظيمة يعني. هو السينما حلم كل واحد بيحبها، ولما يبقى في مهرجان يبقى عبارة عن نافذة الفنان يقدر يعرض أفلامه. أكتر فئة مستهدفة في الحالة دي هي الطلبة، لأن الطلبة يبقى عندهم سواء مشروعات تخرج أو مشروعات هم بيعملوها إنتاج ذاتي، فبيكونوا محتاجين قوي منصة أو مكان يعرضوا أفلامهم، وفي نفس الوقت تتقيم أفلامهم هل هم ماشيين على التراك بشكل مظبوط ولا لأ، لأن فرق كبير ما بين أنك أنت تشجع حد وأنك أنت تضله، لانه ممكن قوي يحصل خلط بينهم فيبقى العمل الفني مش احسن حاجه، فنقول عشان نشجعه هنقول له ان هو كويس، لا احنا بنقول له ان كان الافضل انك تعمل 1 2 3 علشان فيلمك يبقى بشكل مظبوط، لسبب بسيط، لان الفيلم غير اي وسيط فني تاني، يعني اللي بيكتب شعر هو اللي بيقراه شخص واحد، اللي بيكتب روايه شخص بيقراه، لكن الفيلم بيتشاف ملايين الناس مش النهارده، ده هيقعد الى الابد الناس بتشوفه، وبالتالي يبقى لازم في اللغه اللي المشاهد يصدقها ويستوعبها. ايه بقى المعايير بالتحكيم هذه الافلام؟ اول حاجه الصدق، هل العمل الفني صادق في محتواه ولا لا، يعني الفيلم القصير زي القصه القصيره لو صادقه انت هتستوعبيها، فلو الفيلم القصير صادق دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هل الفنان او المخرج استخدم اللغه السينمائيه بشكل جيد ولا اصرف في استخدامها، اللي هي فكرة حالة المراهقة الفنية ان المخرج يستخدم الادوات وخلاص. وعي المخرج معناه انه يكون فاهم ان الدراما هي البطل، فالمخرج الشاطر بيبقى عارف ان هو بيعالج موضوع درامي، الفكرة هي البطل، فكل ادواته السينمائية بتشتغل على الدراما. طب ايه تقريبا المواضيع اللي بيقدموها الطلبة في المهرجان؟ كل شيء غير تقليدي، يعني من اول بالظبط من اول احلام الشخص. بص حضرتك الفيلم
هو بيعبر عن صانعه. يعني الفنان الشخص اللي بيحب السينما قوي هتلاقي افلامه كده، الشخص المتعاطف مع الفقراء هتلاقي الفيلم بطله كذا. يوسف شاهين نفسه لما بينحاز للطبقه الوسطى فتيجي افلامه كلها منحازه للطبقه الوسطى. يعني بنقول ان كلمه اخراج كما لو كان توقيع الشخص على اقواله. فاحنا ما نقدرش نقول النمط المطلوب ايه. يعني من المعايير المهمه اللي بيقبل المهرجان اي فيلم ان الفيلم يكون جيد في صناعته ايا كانت، ايا كانت الفكره او الطرح اللي هو بيستخدمها. بشكرك جدا، شكرا لك. برحب بالدكتور صفاء عمارة، هي رئيس قسم النقد السينمائي. برحب بحضرتك يا فندم على شاشة قناة. بحضرتك، اهلا بيك. حضرتك كان ليكي ندوة النهاردة مهمة جدا، عايزينك تكلمينا اكتر عنها في اول يوم فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير. انا النهاردة بتكلم عن الفيلم القصير بصفة عامة، تميزه عن الافلام الاخرى، من افلام روائية طويلة. من طبعا الفيلم القصير ليه نوعين، يبقى فيكشن او نون فيكشن، فيلم روائي قصير او فيلم قصير ممكن يكون دوكيومنتري او فيلم تسجيلي وثائقي. يعني يعني فكرة القاء الضوء على النوع الفيلمي يعني مميز جدا، وبيبقى ليه مواصفات تميزه عن الأنواع الفيلمية الأخرى. الفيلم القصير بيتعمل بمشاعر، بيتعمل بأحاسيس، فيلم دايما بيبقى مرتبط بالشباب، بيقدمه شاب في بدايته، بيبقى فيلم محبب ليه ومحبب لينا احنا نشوف حاجة ذات قيمة ونبع بمشاعر وجاية من القلب. يعني فالفكرة النهاردة عن تقديم محاضرة عن أهم ما يميز الفيلم القصير، سماته، العناصر الإبداعية فيه، العناصر النقدية اللي ممكن نحن على أساسها نقول الفيلم ده جيد أم لا. فعلا ركزتي في الندوة ان الافلام القصيرة بيبقى ساعات الشباب بيقولوا ان هي دي بداية ان هم بعد كده يعملوا افلام طويلة. عايزاك تكلمينا اكتر عن الفكر ده. دايما بيقولوا ان دي البداية، يعني على اساس بعد كده تبدأ ان انت بقى تشتغل وتعمل فيه عشان يبقى ليك اسم. دايما فكرة الارتباط الفيلم الروائي القصير انتاجيا بقاعات، يعني دايما بيبقى ليميتد برضو، ممكن يكون مشروع تخرج، ممكن يكون انتاج يعني محدود الى حد كبير. لازم ان انت بقى تحس ان انت خرجت للافلام التجاريه، للافلام اللي بتحقق ربح، اللي بتدر عليك عائد، لان انت بتعمل الفيلم الروائي القصير بتعرضه يا اما في المراكز السينمائيه المتخصصه، بتعرضه في محطات تلفزيونيه، يعني بتعرضه في مهرجانات، بتعرضه بصوره ليميتد جدا. ففكره ان انت تعمل فيلم روائي طويل هو ده بيبقى الهدف بعد كده، ان انت تبدا بقى تنطلق على المجال وتحقق بقى، يعني عايز تعمل اسم كبير فلازم تعمل فيلم، بغض النظر بقى عن الفيلم الروائي القصير بتاعك ده ممكن يعمل لك اسم، ممكن تدخل بيه مهرجانات، ممكن تعمل بيه برضو اسم كبير. وكل واحد بيبقى ليه رؤيه ابداعيه، بيبقى ليكي امكانيات فنيه برضو، يعني كيف تستغلي ادواتك الابداعيه، يعني ازاي ممكن تعبري حتى من خلال ما تتكلمي، يعني من غير ما تتكلمي انت تعبري عن الصوره، يعني تسيبي الاضاءه هي اللي تتكلم، تستخدمي الاضاءه مثلا لوكي عشان تعبر لك ان انت زعلانه، تستخدمي الكاميرا من هاي انجل عشان الشخص ده قد ايه هو مقهور ومسيطر عليه. زي مثلا في افلام عن المرأة عن التحرش ما بتعبرش، ما بتقولش للناس ان انا مقهورة او تم مثلا ان انا الناس قهرتني بشكل او باخر، لا، احنا الكاميرا هي اللي بتتكلم، بتقول لنا ان انا في الهاي انجل والست ديت موجودة ضعيفة ومقهورة وتحت سطوة هذا الرجل اللي هو مشكل عليها ضغط ما. فالكاميرا بتتكلم، بتستخدم ادواتها الابداعية بصورة جيدة، الصورة، الاضاءة، حركة الكاميرا، يعني العناصر الإبداعية إزاي تمتلك أدواتك إن أنت تعبر من خلالها بدون كلام كتير. أعتقد دي رسالة لكل الشباب المخرجين لازم بقى يسمعوها. أشكرك جدا، نورتيني. 13 فيلم تم عرضهم في أول يوم من فعاليات المهرجان، كمان حضرنا معاهم ورش وندوات، ده طبعا بجانب اللقاءات الخاصة والحصرية. أشوفكوا تاني وتغطية جديدة وفعالية جديدة بس على شاشة قناة تاني.